صنعاء تعلن الجولة العسكرية القادمة مع السعودية ستكون مختلفة عن السابق. تفاصيل خطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كشف قيادي في حركة أنصار الله في اليمن عن فحوى العرض المقدم من التحالف الذي تقوده السعودية لصنعاء عبر الوفد العماني بشأن رواتب الموظفين. وقال عضو المكتب السياسي في أنصار الله محمد البخيتي في تصريحات إن ما قدمه التحالف لا يلبي مطالب صنعاء، حيث يسعى إلى إثارة الخلافات الداخلية اليمنية بطرحه دفع رواتب لجزء من الموظفين. وأضاف إذا لم يتم الاستجابة لمطالب صنعاء العادلة فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي دون الرد على الحصار. وحذر البخيتي أن أي جولة عسكرية قادمة مع السعودية ستكون مختلفة عن السابق، موضحا أن صنعاء طورت قدراتها الصاروخية والجوية، وأكد قدرة القوات المسلحة اليمنية على توجيه ضربات في عمق دول التحالف بعد تطوير قدراتها العسكرية أكثر.